يلا خلينا نتكلم عن اول خرافه. شوف اذني، ايش في اذنك، ايش في اذنك يا ابو ضاري، ايش في اذنك، قاعد تون تون، قاعد اشم فيك، قاعد اشم فيك. اوكي انا ما سويت شيء والله العظيم. شنو بعد؟ صاروا خمسه دوانيك اللي قاعد تحش فيك بزوارك. خلونا من هذا، ركز معي وركزي معي. اذا انت تعاني من ونه الاذن، او انت تعانين، او ابوك امك او ابوك امك، ركزوا معي هني الحل. ركزوا، اول شيء خلينا نفهم شنو يعني ونه الاذن، شنو صاير، شنو صاير المشكله. مو بالاذن ترى، حرام لا تظلموا الاذن، في بعض الناس تنظف تلها ما ايش تسوي. المشكله مو بالاذن، المشكله وين يعني؟ المشكله ترجمه الدماغ حق الصوت. لحظه بضاري، لحظه ما ابي اتخربط، الله يخليك، خليك معي. يلا ركز معي وركزي معي، خلينا نعرف شلون تصير الونه. اوكي يلا الحين انا بقول حق شخص، اوكي بضاري، قلت بضاري، الشخص هذا سمع كلمه بضاري، بعدين الكلمه صارت على نبضات كهربائيه عبر الجهاز العصبي، بعدين راحت الدماغ، بعدين الدماغ عرف ترجم الكلمه هذه كلمه بضاري. واضح؟ تدش الاذن، بعدين تروح على نبضات كهربائيه بالجهاز العصبي وتوصل حق الدماغ، وبعدها المخ يترجم لك شنو هالكلمه. اي كلمه انت حافظها المخ راح يترجم لك اياها اذا كان يعرفها. هذا الوضع واضح، ولكن وين المشكله؟ ترجمه الدماغ، الدماغ قاعد يترجم غلط. زين ليش يترجم غلط ومن المسؤول عن ترجمه؟ القوقعه اللي يسمونها العصب الدهليزي، هذا في مشكله قاعد يترجم لنا غلط عشان كذي تصير الونه. انزين من شنو صار كذي؟ يعني عندنا مشكله بكهربه المخ، بكهربه الدماغ عندنا مشكله، وعندنا وايضا عندنا مشاكل بالاعصاب. زين شنو كهربه الاعصاب؟ الصوديوم والبوتاسيوم. حلو، بس انا قاعد اكل صوديوم واكل بوتاسيوم، ركز معي. الشيء اللي الحين اللي بقوله خصوصا اللي يسوون تحاليل ويقرون تحاليل راح يعرفون شنو انا قاعد اقول. في ناقل بروتيني اسمه البومين. حلو، الالبومين هذا شنو وضعه؟ وهو اللي يمسك البوتاسيوم والصوديوم ينقله يوديه حق كل مكان. انزين الالبومين هذا سالب، فالالبومين هذا سالب، شحنه البوتاسيوم موجب، فهو على طول ياخذ البوتاسيوم. عرفنا طبعا الالبومين ياخذ البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، ليش؟ لانهم موجب، هو سالب اي موجب ياخذه. فشنو قلنا؟ البوتاسيوم موجب والالبومين شنو؟ سالب، فياخذ البوتاسيوم عشان ينقله. بس ولكن الالبومين نكلمه نقول ليش ما تنقل البوتاسيوم؟ يقول والله مو قاعد يجي لي بوتاسيوم. بس شلون انا قاعد اكل بوتاسيوم؟ يلا اخوي الغالي اختي الغاليه بليز ركزوا معي والله، لان هذه مشكله للحين ما حد فاهمها. اوكي شوفوا شغلتين، اي شخص عنده ونه بالاذن اذا ما عنده الشغله الاولى عنده الشغله الثانيه، ما يصير ما يصير، هذول الاثنين بس ماكو غيرهم، لا تعور راسك ولا تعور راسي. شنو هما؟ الكورتيزول. شنو يعني كورتيزول؟ يعني اذا الواحد يعصب ويتضايق على طول البوتاسيوم ينزل. انت تضايقين وايد وتبي تروح ونه الاذن، لا تحاتين ما راح تروح منك. تضايق تزعل الكورتيزول يرتفع، يطيح البوتاسيوم كله يطيح، مع السلامه. انزين الشغله الثانيه شنو؟ يمكن انا امي اختي ما تضايق، ابوي ما يضايق، بس عند البوتاسيوم كله نازل وعنده ونه بالاذن. يا جماعه مقاومه الانسولين شنو يعني؟ اذا صار عندك مقاومه انسولين، سكريات عاليه بالجسم، البوتاسيوم الجسم ما راح يمتصه ولا راح يتعز. زين لحظه لحظه بضار الله يخليك، بس لك سؤال، يعني الحين الونه من نقص البوتاسيوم؟ ايه بس انا اكل خضره. يلا عادي يلا مسختها توني مجاوب، قلت لكم الاشياء اللي تطيح البوتاسيوم. في اشياء مؤقته مثل شنو؟ المجهود العالي يطيح البوتاسيوم، يعني اذا انت تروح النادي او انت تروح النادي وعرقتي وايد وتعبتي، على طول تطلعين من النادي تطقي لك صحن سلطه عود عشان تعوضين البوتاسيوم جسمك. وايضا شنو عندنا؟ الاسهال تكرمون، والتزوع يقل البوتاسيوم. يا جماعه اذا عندكم يال يحوشهم مثلا فايروس او نزله معويه، 24 ساعه سال 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 سال، لازم مع السال سال سال بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، زوع زوع رد بوتاسيوم بوتاسيوم. عرفنا شو اللي ينزل البوتاسيوم؟ عرفنا ولا لا؟ والله شكله لا، لا توني جاوبت خلاص، كنت روح موضوع ثاني دور العلاج. ترى الموضوع خطير مو هين، في معادلة لازم تعرفونها بين الصوديوم والبوتاسيوم، لازم 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 تعرفونها، في تناغم بيناتهم.
ايش كثر احتياجنا حق البوتاسيوم اليومي؟ 4700 ملي جرام، ترى وايد مو شوي. عشان شي يقول يقول سلطه، يقول سلطه زين. والبوتاسيوم 1400، حلو. لازم يصير يعني اعتبر مثلا، عشان لا تنسى، اعتبر البوتاسيوم ذكر والانثى صوديوم. الحين البنات بعد مو تزعلون ليش خليتنا صوديوم، احنا خلاص خلاص اعتبر الانثى بوتاسيوم اكبر والصوديوم الرجل، دائما هذا اكبر البوتاسيوم. حلو. ودائما يقولون لنا احنا صغار تبي بوتاسيوم اكل موزه، اكل حبه موزه. لا، منو قايل لكم الموزه فيها؟ الموزه فيها 420 ملي جرام ولا شيء يا جماعه، ولكن في اشياء مفوله بوتاسيوم. مثل شنو هذا؟ اكثر واحد، اكثر واحد يعني لو طق لك كوب باليوم 100%. في 1300 ملي جرام يا جماعه. شنو زين بضاري؟ شنو هالمشروب اللي فيه 1300؟ شنو هذا؟ شمندر. شمندر؟ اي والله اشوف بالجمعيه بس اطوفه. ايه شمندر فل، يعني المفروض المفروض صدق صدق المفروض يعني لاعب الحديد يخلص من النادي على طول طق لك كوب شمندر على طول على طول. 1300 اللي تحته شوي إيه؟ الافوكادو جيد ممتاز. اذا ما تحب عشان فيه سكرات شوي روح افوكادو. زين اللي تحته شوي بعد اوراق الملوخيه، بس ما انصح فيها لان فيها اوكسالات، يعني اللي عنده مشاكل شوي بالكلتين يوخر عنه. زين اللي تحته شوي بروكلي، اللي تحته شوي السلمون يا جماعه، وفي باقي الاغذيه طبعا بالنسبه، بس اكثر واحد قلت لكم عنه الشمندر يا جماعه، وايد وايد قوي. باليوم طق لك كوب، الله يعطيك العافيه، انت فولت جسمك بوتاسيوم. اوكي اخواني اخواتي، في شيء يقهرني اذا تسمحوا لي اقوله بعد ما اخلص كل فيديو. الناس تسالني بضاري هلا والله شنو علاج ونت الاذن؟ يلا عاد يلا عاد يلا يلا يلا، شنو انا قاعد اتحكى تركي؟ هذا شنو انا قاعد اقول بنغالي؟ اتحكى عربي. قلت لكم احد مشاكله مقاومه الانسولين والكورتيزول، وساعات الشخص عنده نقص بالبوتاسيوم من الاشياء اللي انا ذكرتها، زائد هو ما ياكل بوتاسيوم، ما ياكل، ما يحب الخضره، ما ادري ليش، ويبي اعصابه تصير زينه، ويبي الونه تروح منه. ما راح تروح منك، انتبه معاي، سوي اللي انا قلت لك اياه كله، وزيد الاغذيه اللي تحتوي على البوتاسيوم. واذا كنت مريض سكر وعندك مقاومه انسولين زائد ونه، سوي العلاجات اللي انا ذكرتها، زائد اخذ البنفوتامين، احد مركبات بي واحد اسمه بنفوتامين، هذا يذوب الدهون، اخذه. هذا ايش يسوي؟ يحافظ على الاعصاب. وفي تمرين وايد مهم راح تحسون بنتيجه، راح تحسون بتغير من اول مره يا جماعه، مع العلاجات اللي قلت لكم اياها ومع المشروب الاحمر 100%. شنو هي يا جماعه؟ خلف الراس يا جماعه، في تمرين نسويه 3 مرات، كل مره 20 طقه. شلون هذا الراس من ورا؟ حلو. شفتوا العظمه مالت الراس؟ الزاويه تصير هني، تصير هني كذي، العظمه هذه اللي هني بين العظمه وبين الكسره. شنو نسوي؟ نسوي بصابعنا كذي، انت تقدر تسويها بصابعنا كذي، نروح خلف الراس نسوي كذي بين العظمه وبين الكسره كذي. سوها مره 1 2 3 لل20، ريع شوي، اقعد شويه راح يختلف الونه، راح تختلف. شنو قاعد نسوي هني؟ هني قاعد ناثر على الكهرباء اللي بالاعصاب، اساس المترجم الدليزي يعطينا ترجمه صح وتقل الونه، ومع الاشياء اللي قلتها ومع التمرين الونه باذن الله ان شاء الله تختفي منكم وما تشوفون شر. واسف على الاطاله، وخلكم مع بعض.